فضيلة الشيخ عطية فقر، ما صلاة الاستخارة؟ وكم عدد ركعاتها؟ وما الدعاء الخاص بها؟ وأين مكانه في الصلاة؟ هل هو بعد السلام أم قبله؟ ومتى يصليها المسلم؟ وهل بعد صلاتها توجد علامات لقبول أو رفض الموضوع المستخار فيه؟ صلاة الاستخارة ركعتان، والدعاء الذي يقال بعدها جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. قال: ويسمي حاجته، يعني يقول بدل عبارة أن هذا الأمر يعين هذا الأمر مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك، وسيحس بأمور وعلامات يدرك بها النتيجة، إما أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة والدعاء في حال اليقظة أو برؤية منامية، وربما تتأخر العلامات بعض الوقت، فإن لم يرى شيئا من ذلك يكرر الصلاة كما يقول البعض، ويحاول أن يؤديها تامة وبخشوع، وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن. فقبول الصلاة والدعاء وترتب آثارهما مرتبط بذلك. قال تعالى بعد ذكر أيوب نون وزكريا ودعائهم الذي استجابه الله لهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات تستلزم الطاعة والحرص عليها والتسابق إليها والبعد عن كل ما حرم الله، وبالتالي لا تقبل صلاة الاستخارة ولا دعاؤها من المقصر في حق الله ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرف المشروع الذي يقدم عليه إن كان خيرا أو شرا. فمن المقرر أن اللقمة من الحرام في بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء كما صح في حديث رواه مسلم. هذا والاستخارة أو صلاة الاستخارة تؤدى في غير الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وأنسب الأوقات لها بعد منتصف الليل، فالدعاء يكون أقرب إلى الإجابة، ويسن أن يبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتعين قراءة بعد الفاتحة، مع مراعاة أن الاستخارة لا تكون إلا في الأمور المباحة، أما الواجبات والمندوبات فلا استخارة في عملهما، وكذلك المحرمات والمكروهات، لأن المطلوب تركهما. ومع مراعاة أن قلب الإنسان إذا مال إلى فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا معنى لهذه الصلاة، بل ينبغي ترك الاختيار لله سبحانه ويصلي من أجل ذلك. وهذه الصلاة تغنينا عما يتورط فيه بعض الناس من قراءة الكف وضرب الرمل والوسائل الأخرى التي حذر الإسلام منها أو لم يشرعها. فالعلم الحقيقي عند الله سبحانه، والدعاء مع العبادات خير وسيلة لمساعدة الإنسان على ما يريد. والله أعلم.